اوكي، انا معاكم مي شهيره باصاله. انا استغلت تجاريا عن طريق هبه ام سليم، مرات جبس مصر الشهير محمد باسم جبس مصر. انا حاليا ما استغلت تجاريا، ما كنتش عارفه الوضع ايه هيكون. هما كانوا يعملوا لي اي كل حاجه ويلبسوني كل حاجه، وطريقتهم معايا كانت عباره عن هدك وضغط نفسي بالنسبه لي. انا واحده اوبن ماين ومش فارق معايا اي شيء من ناحيه اللبس، بس مش لدرجه ان انا اوصل فيها في السوشيال ميديا. الموضوع بالنسبه لي كان ضغط من الطرفين، والموضوع كان عباره عن قالوا لي انه مسلسل وهتنشهري منه. انا وضعي المادي كان يعني بين البنين، فالموضوع بالنسبة لي كان عبارة عن زيادة دخل بالنسبة إلي. أنا كنت شغالة في مطعم سمك وكان دخلي الحمد لله كويس. فهبة عدت عليا أم سليم مرات جيبس مصر، كانوا عاملين مقلب بنفس المطعم، إنه إحنا جوزها عامل مقلب معاها بنفس المطعم اللي أنا كنت شغالة فيه. من بعديها تعرفنا على بعض أنا وهبة. طبعا سبب التعرف ان انا وهبه مع بعض انه انا دلوقتي كان ابنها كل مره بيجي يحضني فيها، وحنيت الام يعني انت عارفه كيف بيكون الوضع، فحنيت للولد انه شبه ابني. ففجاه لقيت هبه شويه بنكلم بعض وخدت رقمي ونتكلم مع بعض، مش صحاب قوي يعني، بس انه صاحبتي. بعد انصحها انه لا الموضوع، لا خدي بالك من جوزك، خدي بالك من ولادك، وانت والله يحميكي انت ولادك ويحميكي ويبعد عنك ولاد الحرام. فبنتكلم طبيعي. فجأة طلعت من الشغل هذا لأنه شوي صار في دروبات في المكان، طلعت منه اشتغلت بهاي فرنتشر. بعد ما اشتغلت بهاي فرنتشر برضه صار في دروب بالمكان، بس الحمد لله كان مرتبي كويس، مش زي ما بتقول هي 5000 جنيه. طبعا وقتها اللحظة هاي هبة كانت اتصلت علي، الكلام ده كان أول ما تعرفت عليها كان من 8 شهور بالظبط. طبعا هبة تعرفت عليا وقتها، طلعت من هاي فرنتشر بعتت لي مسج قالت لي فيه انه سوري هحكي لكم المسج. العلاقه اللي كانت بينكم كانت عامله ازاي؟ صحاب مش اكتر، مش انتمات. لا ايوه كملي، ما هي بتقول. طيب لحظه شوي، العلاقه اللي كانت بينكم وقتها من ساعه ما تعرفتوا على بعض صحاب عادي يعني، بشوفها وهي في الساوث بارك تعدي بتمشي، بس مش اكتر. هي بتجي لك؟ لا ما بلهاش. نو 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 نو، ما فيش بيوت خالص. ايه اللي قرب بقى العلاقه بينكم؟ موضوع على بعض اكتر، صاحبنا على بعض انه ازيك عامله ايه، وبيشوفوا الاولاد والكلام، وبشوفها بالسوبر ماركت واسلم عليها وكلام عادي طبيعي. فاجت قالت لي ما فيش اوكي، بعتت لي مسج قالت لي بصي يا روحي، انا قلت اني اولى من الغريب والله، ومش هكذب عليكي، انا فعلا كنت عايزاكي تعملي الدور ده في المسلسل اولا عشان واثقه فيكي جدا، وانت مش صغيره عشان تضيعي وقت على الفاضي، والمسلسل فيه خير كتير من فلوس وشهره كبيره وزيادة متابعين على الانستجرام وكل المنصات. انا هنصحك نصيحة صغننة من اخت ليكي، فكري تاني في الموضوع، ولازم نتقابل انا وانتي وجيبس تفهمي كل حاجة بوضوح يا مي، دي فرصة حاولي ما تضيعهاش على الفاضي. عموما خدي راحتك في التفكير وهستنى مكالماتك اول ما توصلي الشغل. قلت لها اوكي يا هبة وبعت لها فويس. لو اليوم انا وانتي وجيبس شوف الموضوع شوفي لو زقت الدنيا في خناقة جامدة مع الأونر، حاب أقول لك شو صار. أوكي، أنا حاليا طالبة حقي بموضوع مش فلوس أبدا، أنا ما بطلبش موضوع الفلوس، أنا استغلوني استغلال غير طبيعي. أنا ما كنتش كانوا بيطلبوا منك تلبسي ملابس ألبس كويسة. ألبس ملابس مش كويسة عشان أوبن مايند أنا، فحاسين الموضوع عادي بالنسبة لي، مش فارق معايا ألبس اللي ألبسه، ونظامك إيه في البحر وهتلبسي إيه في البحر. طبعا أنا رفضت نهائيا الموضوع هذا كليا يعني. لا أنا مش عايزة منك تقعدي مع جبس مصر. طبعا هي اللي كانت تيجي وتجيبه، هي كانت تدخل البيت قبل ما يجي هو، بتيجي هي اللي بتصورني وهي اللي بتعمل كل شيء، واحنا لما نصور بتكبس الكاميرا وبتدخل على الغرفه عندي جوا. ماشي؟
استغلوني بطريقه انه انا كنت لاحظتها انا محتاجه فلوس وساكته عشان انا خلاص انا طلعت من الشغل، فالموضوع بالنسبه لي اني انا محتاجه مبلغ هعمل ايه؟ طيب لا، فانا كنت في شغلي الحمد لله ماشي اموري، بس لما اجت ضغط الشغل برضو او الثاني انه انا الهايبر نيتشر انضغطت منه اجى الموضوع، قلت لا هيزيد دخلي. فهي كانت تتكلم يا حبيبتي ومش عارف ايه من الكلام اللي هي بتحكيه عامه، انا مصدقاها واحده محجبه ومحترمه وكل شيء تمام. عملنا المسلسل انه مسلسل، وقال انه عنده شركه وعنده محامي وفي حاجه اسمها الضرايب عارفه انه هو بيعمل كل ده. فطبعا انا الموضوع مامنه، طبعا انا مامنه انه امان انه عنده محامي وعنده كل شيء وعنده مصورين ومخرجين والكلام هذا. طيب اوكي، بعد كلها طبعا طريقه اللبس، لا ما تلبسيش بدنك، انت اوبن مايند البسي اي شيء عادي، البسي الدريس الاسود اللي لبسته هذا قعدت يوم كامل اعيط عني انا لبسه. انا لبسته مره واحده في السعوديه في فرح مش ميكس، السعوديه بتعرفي مش ميكس بيكونوا في الافراح، فلبسته كنت لابسه عبايه وقتها. طب انتوا قلت لي ايه؟ قالت الفرح ده في مخرجين وفي يسرى وفي مش عارف مين، فعادي. فقلت خلاص في اوبن مايند بالموضوع عادي يعني، فرحت فيه. لقيت نفسي بتصور في كل حته والناس كلها بتنزل صوري والدنيا كلها بتنزل صوري. فايه الموضوع؟ كانت توصل تلفت الانظار ليكي؟ ايوه، عشان الريتش يعلى. هي قالت كده؟ ايوه، وجوزها قال هيك، كل ما تقلعي كل ما الريتش يعلى. كان بيقول لك كده؟ طلب منك تقلعي وتلبسي. انه البس بالبحر مايوه. عايزه كده؟ فانا رفضت. ما انت مش مراته، طلب مني كده ليه؟ عشان انا مش مراته وعشان انا اوبن مايند، فالموضوع عادي بالنسبه له. يعني ايه اوبن مايند؟ عشان انا بلبس لبس الطبيعي يعني، بس مش هلبس قدام السوشيال ميديا يعني الموضوع الناس كلها شايفاني. لا طب سؤال بسيط بقى، اتفضل عرفينا بنفسك، لان بيقول عليك انت قلتي اسمك اصاله صح؟ اسمي اصاله. اسمي الحقيقي مي. مي، لكن شهرة اصاله. اصاله. عرفتيه ازاي بقى؟ عرفته عن طريق، انا كنت شغاله في مطعم سمك. حلو. اوكي، ومطعم السمك ده انا كنت، هم عنده عملوا مقلب تي معانا مش معانا، مع مراته وام سليم، ومن بعديها احنا بقينا اصحاب انا وهبه. فمش صحاب انتيم يعني، لا، من بعد مطعم السمك احنا صرنا نسلم على بعض، وهي معديه وتسلم عليا، اشوفها في سوبر ماركت، اتكلم مع كيف الاولاد، الاولاد بحبهم بيحبوني، بس اكتر من كده لا. طبعا طلعت من مطعم السمك رحت على هايبر نيتشر شغل تاني، مش انه عدم مثلا مرتبي قليل زي ما بقولوا، لا الحمد لله كان مرتبي كويس. طلعت من هايبر نيتشر لقيت هبه بتكلمني من المسج اللي وريتكم اياه، ام سليم. حلو. بس فانا الموضوع كله وطمني انه في محامي واحنا شركه وفي الضرايب عارفين انه انا بعمل كل ده، وانه في سجل تجاري، وانه في كان الموضوع على ما صلي على النبي انه المحامي، انه انا كنت وقتها خايفه انا انضر، فقال لي ما تخافيش خالص ما عليكيش اي ضرر. يعني انا طبعا ما بعرفش خلصت الموضوع كده. ام سليم اللي هي اسمها جايباني، هي اللي جابتك لجوزها جبس؟ ايوه طبعا. انا هي الجبس انا ما بعرفه شخصيا، بسلم عليه انه حد مشهور مثلا لما كان من المطعم. سلمت عليه واهلين اهلين ومرحبا مرحبا، بس هي هبه اللي جايباني. هي صاحبه الفكره. هي صاحبه الفكره. ايوه اتفضل. ازاي هي جابتك كده وانت ما تعرفيش جبس وتقول لك يعني؟ هو قال لك اخلعي. انا عارفاه من مراته. ماشي، ما هو طلب منك انك تخلعي. ازاي رديتي انك تخلعي قدامه؟ اخلع قدامه ازاي يعني؟ تلبسي ملابس بالمايوه وحاجات زي لا انا ما لبستش مايوه، انا رفضت. انا رفضت كليا الموضوع، لان هو قال لي انت نظامك ايه في البحر؟ انا قلت له مستحيل اعمل هيك، حتى لو نظامي البس مايوه انا مش على السوشيال ميديا هطلع بالمايوه. اتفاق بدا ازاي يعني؟ بعد ما طلعت من هايبر نيتشر، اجت قالت لي هبه ايه رايك تشتغلي معانا، والمسج اللي وريتكم اياه اعيده. وايت ورينا كده. قالت لي بصي يا روحي، انا قلت اني انت اولى من الغريب والله، ومش هكذب عليكي، انا فعلا كنت عايزاكي تعملي الدور ده. حلو. يعني هي بتقول لك انت اولى من الغريب، اقرا لنا الرساله. بتقول لك انت بصي يا روحي، انت اولى من الغريب والله، ومش هكذب عليكي، انا فعلا كنت عايزاكي تعملي الدور ده في المسلسل، اولا عشان واثقه فيكي جدا وانت مش صغيره عشان تضيعي وقت على الفاضي، والمسلسل فيه خير كتير من فلوس وشهره كبيره وزياده متابعين على الانستجرام وكل المنصات. انا هنصحك نصيحه صغننه من اخت ليكي، فكري تاني في الموضوع، ولازم نتقابل انا وانت وجيبس تفهمي كل حاجه بموضوع يا مي، دي فرصه حاولي ما تضيعهاش على الفاضي. عموما خدي راحتك في التفكير، هستنى مكالمتك اول ما توصلي الشغل. حلوه. طيب قلت لها انا اوكي ليه لا،
انا قلت الموضوع عادي وانه انا مطمنه انه ناس كويسين وحد محجب وامان. طيب اوكي وصلت لمرحله ان انا بنضغط كل مره منهم بطريقتهم واسلوبهم وضغط نفسي وانه انا كل يوم بصور ويلا عشان نصور بسرعه. لحظه ان انا كنت بدي ابكي فيها في لحظتها ما بقدرش ابكي بسهوله. انا لما بكيت وقتها كان لما هبه شتمتني. لحظه البكا اللي انا فعلا بكيت فيها لما هبه شتمتني. ارفع المايك. اتفاجئتي بالشتيمه؟ اه طبعا. شتمتك ازاي بقى؟ قلت ايه؟ شتمتك. اول فيديو ده كانت القعده ازاي اللي اتفقت بسهوله؟ كانت كنا قاعدين انا وجيبس بستاربكس وهي كانت جايه على الطريق، كانت رايحه المستشفى مع ابنها وراحت على المستشفى وقتها واتاخرت علينا، وكنت وقتها انا خلاص مع جيبس واتفقنا، بس قلت لها هرد لك ثاني يوم احسن. فردينا تاني يوم، اجيت على البيت عندها، رحت البيت عندها واتفقنا اوكي اوكي. طب الموضوع ده امان؟ قال لي امان مليون بالمية وانا واثق. بقول ايه؟ انت اختي ومش هاذيكي. قلت لها طيب اوكي. وهي نفس الكلام، يا مي انا بخاف عليكي، انا جبتك على السوشيال ميديا عشان انت مش بتاعه السوشيال ميديا، ما بتعرفيش حاجه، مش هتخطفي جوزي، فانا واثقه فيكي مليون بالمية انك انت مش هتخطفي جوزي مني. انا لو جبت حد من السوشيال ميديا ما اعرفش هو ايه وضعه، ولا هو ممكن يخطف جوزي مني. طيب اوكي ماشي. طبعا انا مش عارفه شو نظام الدوله ولا شو قانون الدوله، ولا كان يامن لي ان هو في محامي وفي وكل شيء مظبطه، وهم شركه وفي مخرج وفي مدير اعمال وفي. طبعا انا ما شفتش ولا شيء من الناس هاي. وانت هتمثل سوري تم بيتي فيديو الخيانة، وهي عارفه اصلا، وهي اللي صورتنا وانا عارفه، وانا لما وقت التفه صرت الطم انه ودي دو انه ودي انه كنا عن فيديو الخيانة. هما الاثنين اجوا عندي بالبيت وجيبس كان بيحفظها تعمل ايه، وهما كانوا اصلا عاملين بروفا في البيت عندهم، فلما اجوا عندي عملوا بروفا كمان عشان انا اشوف كيف بيمثلوا، عشان انا ما عمريش طلعت تمثيل اصلا. فكنت قاعدة انه انا كنت متوترة، انه انا اول مرة كان فعلا قلبي كان بدق، انه انا اول مرة اطلع هيك. ففي اللحظة هاي انا لما صورت في اللحظة هاي وهي شتمته، انه كيف قبلت على حالك شغلة زي هاي؟ لا، قال لي مش مشكلة يا ستي عادي، ريتش يعلى بس. فاللحظة هاي بدأنا ايه المسلسل بتاعهم يكمل بقصص تانية وحوارات تانية وضغط نفسي اكتر، وكل ما تقلعي اكتر تلبسي اكتر. فترة الحجاب كمان لما فكولي قالوا لي لبسي الحجاب عشان الناس عايزة تشوفك بالحجاب. لما وقتها شوفوا انا عامله كاتو الدنيا يعني، بس انا اوبن مايند، ربنا هيعاقبني، كل واحد له عقابه، بس الموضوع بالنسبه لي لا، حجاب ونصكم لا، مش عشان الريتش يعلى عندك والناس تشد نظرها بالحجاب ونصكم، لا حرام. لا، كان كل شيء عن ضغط نفسي بالنسبه لي، كان ضغط نفسي غير طبيعي من سوا ام سليم وجبس. طب سؤال بسيط، اتفضل. دلوقتي هم فيديو الخيانه عملوه قدام، احساسك ايه لما شفتي ان ام سليم بعد كده طلع بتقول جوزي خاني، واللي كنت في الفيديو؟ انا اشعر بدني انه انا اصلا كمان، غير ان انا ما قدرتش اكمل، غير ان انا اتشتمت، انا ما بقدرش اكذب، انا قاعده بكذب. استغربت يعني، انا قاعده بكذب، انا بكذب، انا قاعده بكذب، حتى كان نفسيتي وشكلي كان بيتغير عشان انا شخص مش كذاب. فالموضوع زياده عن اللزوم صار ضغط نفسي من ناحيه ان انا بكذب، وانه انا المتابعين قاعدين بيتحاسبوا عليا، انا ما حدش تحاسبن عليا في حياتي. طب وضعك ايه لما انت كنت بتخلعي يعني؟ انت برضه كنت قاعده بالشيشه ماسكه الشيشه؟ هو اللي كان يقول لي انا بشيش اوريدي، انا بشيش بقالي 17 سنه و18 سنه بشيش. بس تعالى قال كنت بحششي سوري. ايوه، مراته وقتها لما طلعت وشتمتني قالت عليا ان شوشو، وان انا جايبني من كباريه، وان انا بحشش معاه، وان انا رقاصه، وان انا على اي اساس؟ وانت اللي جايباني وانا صاحبتك، وعلى اي اساس انك انت حكمتي معايا هيك، وانت بتقعدي معايا وبتاكلي معايا على اي اساس؟ ولا عشان الريتش يالا يطلع على راسي؟ لا، مش موضوع ان انا عملت الموضوع عشان انا فلوس، لا، عشان انا مش ماخدتش حقي زي ما بيقولوا. موضوع اني انا اتشتمت بشرفي وعرضي وسمعتي. انا بنت مش مصريه، انا اردنيه الجنسيه، ما ينفعش بلدي تسمع عني سمعه زي هاي. قانونيا انا ما ينفعش اسمع عن نفسي سمعه زي هاي، ولا ان انا حد من اهلي يسمع عني سمعه زي هاي. المقابل المالي اللي اتفقوا معاكي 15,000 غير البونس، بس هم انا اللي عطوني اياه 7,100 بالضبط، بس انا مش فارق معايا حاليا الفلوس. الفارق معايا انه الشتيمه اللي شتمتها هاي حق من القانون، والدوله اكيد بتعرف شو الوضع اللي حتاخذ اجراءاتها، والمحكمه حتعرف شو تاخذ اجراءاتها. الفيديو هو بيفبرك كل شيء،
هو هبه اللي جابت لي اياها. هو عمل فيديو كان فيديو مش عارفه والله هشوف. اصل احنا شفنا فيديو الحمل وفيديو انك انت كنت معاه ان هو اتجوز، ولما طلع لي فوق في انه يوم الفرح وطلع لي فوق انا كنت متضايق. انت ليه بتثبت اشياء انه كوارع وقرف؟ وايه القرف ها؟ هو كان على الفيديو انا قص شعري بس ما كنتش متوقعاه يقص كده الاطراف. وهبه اللي جابت الفكره عشان الريتش يعلى. ازاي قص شعرك؟ ازاي قص شعري؟ مش من الاطراف، قص قاعد يقص كذا شغله، فانا اللي كملت القص صراحه من نفسيتي اللي تعبت. قصتي خالص بسبب اللي حصل. نفسيتي نفسيا نفسيا انا نفسيا صار لانه ضغط نفسي صار الموضوع. هوريكم كم فيديو عملت معاه. وانا طلبت من بعد ما خلصت الموضوع، انا طلبت فيديوهاتي تتمسح وصوري تتمسح. انا الي هلا حوالي 14 يوم وقفل الموضوع كليا. ليه من 3 ايام منزل دريس؟ انا لابسه دريس فيه دريس فرح. ليه منزل لي؟ ليه؟ عشان تخلي الناس تتابعني لسه وتتابع فيا وتشوف سمعتي ايه؟ لسه منزل حكي عني؟ ولسه من قيمه كام يوم انا معاك يا مي البس يا مسلم؟ طب شو بدك انت اكتر من هيك؟ طب انت لسه بتشهر فيا ولسه بتحكي عني وعن سمعتي، ولسه مرتك بتحكي عني وعن سمعتي وعن شرفي، وان انا مدينتي كلها بتعرف انا مين، مدينتي بتعرف ان كلها مين، ان انا بنت ناس محترمه. ما بتعرفش انت مثل ما انت بتحكي. اللي حصل بالظبط تمام لا هو لحظه ده كان تمثيل، بس كان قبليها بخمس دقائق بالظبط كنت معيطه بموضوع شتيمه مرته، وكان وقتها استغل لحظه عصبيتي. كان فعلا انا في اللحظه هاي انا فعلا كنت متعصبه، مش فيك، كنت متعصبه فعلا. انه ردت فعلك ان انت ايه بني ادم، انت شايفني بعيط وتقولي يلا برافو احنا عايزين اللقطه دي، وانت شايفني محروق دمي على شتيمه هاي، ولادي هيسمعوها، انا ولادي كبار مش صغار. المسلمين جوه في الغرفه. لا مش من جوه الاوضه، هي شتمتني من بيتها واللايف تبعتي. قالت لي هعمل لايف، قلت لها بس ما فيش داعي للشتايم الكبيره. قالت لي طيب خلاص حاضر. لقيتها بتشتم بتشتم. الفاظ خارجه طبعا، خارجه، وفي اثباتات انها خارجه. ازاي بتطلع تعيط وتقول كامل نفسها ملاك البريه؟ قطرة وبتفتكر ابنها اللي مات. قطرة بتفتكر ابنها اللي مات. عادي، واحده بتقسم بالله، يعني شو بدك منها؟ واحده بتقسم بالله وبحياه ولادها. سيب ولادك على جنب يا بنت الناس، لك عقابك في الدنيا والاخره، بس خلي ولادك يعيشوا سلام. حرام، ما حدش بيقسم بالله وما حدش بيحلف بالله كده، ما حدش بيحلف بحياته ولاده كده. ده الناس بتثق فيها وبيقولوا انه مسلم ومسلم. والله الله اعلم، ممكن في ناس بتثق فيها، ممكن الناس اللي من تحت لتحت الناس بتثق فيها اكتر. بس الناس الواضحه. انا بعد فيديو الطلاق، انا اعصابي تعب خلاص، وقفت الموضوع. يقول لي اصلا بصوا واحد ورينا كده، يقول لي انا اصلا عارف انك انت هتنهي الموضوع عشان كده عملت فيديو الطلاق. في كون ايوه كان بيقفل التمثيليه من كتر ما انضغطت انا. كان ضغطني نفسيا هو وياها. ام مسلم بعد ما شتمتك وقابلتك على الحقيقه قالت لك ايه؟ بررت لك؟ قالت لي اسفه يا حبيبتي، انت عارفه انه تمثيل شتيمه؟ ما قلتليش انك هتحكي الكلام ده اصلا. انت شتمتيني في سمعتي وشرفي، وان انا شوشو، وان انا شمال وحشاشه، وان انا جايه من كباري على اي اساس؟ مش متفقه معاكي بكل ادب وكانت بتحبك وكلماتي قلبت عليك ليه مره واحده كده؟ السؤال اللي يعتمد على ايه؟ كانوا عايزيني ويت، كانوا عايزيني اعمل، كانوا حابين اعمل ايصال، اوقع عقد، والعقد ده عباره عن عقد شغل. العقد الشغل ده لو انا وقعته كانوا مسكوني من رقبتي، اقلعي اقلعي، اعملي اعملي، اشربي اشربي، وهعمل كل حاجه عشان انا موقع عقد. فالموضوع هذا هيكون بالنسبه لي ايه؟ لو ما عملتش العقود هاي انا اللي هتورط، يا زي ما بقول مش هو شركه هاي هي. فالموضوع هذا انا قلت الحمد لله اني ما وقعت، وربنا اماني اللحظه هاي. فطبعا يعني هم قلبوا عليك عشان انتوا موقعتين. لان الايصال اللي بتعتمد عليه انت استلمت الفلوس وخليه يحط بند كده، بندين يضمن حقه وحقك ماشي، وهبعته لك رجعي، ولو عجبك الكلام خير ما فيش مشاكل يا باشا، نتقابل في مكان ويكون احسن كده كده. شاهد من عندي.
شوف كيف طريقة الاستفزاز. طيب اوكي شيء ثاني؟ كان في حاجة طلب منك انك تلبسها. انا معاكي عشان الحفلة تبقى حفلة جميلة كده. طيب اوكي بيعمل كده ليه؟ ايه بيعمل كده ليه؟ عشان قفل القفله هو بطريقته. فهمتوا كيف؟ انه هو قفل القفله بطريقته. يلا خدي على راسك بالعربي، خدي على دماغك زي ما بيقولوا المصريين، قفلت القفله بطريقتي. طيب اوكي انا كنت اساعده بموضوع انه هو عايز لابنه، كان عايز لابنه بلاي ستيشن، فكنت حد اتعامل معاه انا انه بيجيب البلاي ستيشن سيديهات لابني. فبتصل عليه بقول له معلش في واحد بيخصني عايز بلاي ستيشن، بيقول لي يلا شوفي انت مع مين كنتي، بتكلمي مين وبتقولي مين، بتتهمني برضو بشرفي ان انا بساعدك عشان اجيب لابنك بلاي ستيشن، وتقولي يلا صحابك كتير شوفي مين اللي هتختاري عشان يعملوا معاك العقد. معنى ايه الكلام ده؟ ما بيستفزني وبيحكي عن سمعتي ان انا بتاع عادي مع مليون حد. لا انا ما سكتش ومش راح اسكت بالموضوع، البلد والقانون هيجيبوا لي حقي، وزاره الداخليه هتجيب لي حقي، وانا موكله محاميه نهى الجندي وهي معايا، وان شاء الله الدوله هتجيب لي حقي باذن الله. ماشي. طيب احساسك ايه دلوقتي بقى بعد المسرحيه اللي هم عملوها فيك دي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. احساسي ان انا ندمانه وانا غلطت ان انا عملت هيك، بس انا وثقت فيهم، للاسف ان انا وثقت فيهم، لان انا مش عارفه شيء هون شو الوضع، واثقه فيهم ان انا، هو وثقني انه في محامي ووزاره الداخل والشؤون، وفي حاجه قال لي اياها ثاني، قال لي ايه واحنا شركه ومدير اعمال وانا الواثقه من الموضوع هذا انه شركه تمثيل مش اكثر. فخلق واحد واثقه في كلامه وعنده متابعين ومليون متابع وعنده متابعين كتير وناس كتير، طب معقول هل هكذب شخص زيها؟ لا، وهي مراته اللي جايباني مش هو، انا ما اعرفوش اصلا. بيقول لك في حد بيخصني ان هو اتفق معايا، لا ابدا ما اتفقش معاه خالص اصلا، وكل كلامه كذب في كذب. وانا ما كنتش طالعه من عنده لغايه ما من مطعم السمك اللي عنده بالتمثيل، لا من هاي فرنتش اللي عنده بس. في حد تاني في الاطراف في الموضوع تاني؟ حد تاني ازاي؟ اطراف معاكم في الموضوع غيرك انت؟ لا لا حاول مره مفيش اطراف تاني؟ لا 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 مفيش. حاول مره اللي فاتت قال لي عشان انا عايز اعمل فيكي مقلب انه انا اتجوزت جوزه ثالثه وجيبي صاحبتك وهديها 1000 جنيه. قلت له لا طبعا، انت بدك تاجر فيها وصاحباتي كمان، ما حدش هيقبل القرف. يعني حب الموضوع معاكي؟ ايوه التمثيليه عايز يجيب الناس، حد من صاحباتي عايز يجر كمان الناس. انه مش قلت له طب ما انت صاحباتك كتير ما تشوف حدا من السوشيال ميديا. لا مش عايز حد من السوشيال ميديا ويقرفني ويقول لي نزلي واديني فلوس والكلام ده. هو انت متجوزه طبعا؟ لا منفصله، انا مش متجوزه. لا معاكي اولاد؟ عندي اولاد. مين هو يعني؟ مش هحكي عن اولادي. ماشي خلاص، عذرا يعني في السؤال، بس الوضع ايه دلوقتي الاسري ليك انت؟ انا حاليا قاعده لوحدي الحمد لله، اموري تمام، بس انا ما بشتغلش، ان شاء الله هشتغل بعد العيد باذن الله. بس فمش حابه احكي عن الوضع الاسري. طيب احساسك الداخلي دلوقتي واحساس الاسره نفسهم بيقولوا لك ايه بعد اللي انت عملتيه؟ ما حدش بيحكي معايا من اسرتي بعد اللي عملته. طب اكتر حاجه اذتك نفسيا من جبس مصر لما كنت بتعامله هو ومراته معاهم؟ اكتر شيء ان انا حسيت نفسي ريموت كنترول، هم ريموت كنترول بايدهم وانا اللي بيتحكموا فيا زي ما بدي زي ما بدهم سوري. وانه وقتها لحظه كان في عندي مشكله بالاردن، كنت مضطره احكي مع اولادي، كان يقول لي اعملي لهم بلوك، مش وقت انك انت تحكي مع اولادك. فحسيت نفسي انا مضغوطه وانت بتعملي اللي بدك اياه والبسي كذا واعملي كذا، وانا اكون مثلا اهو انا اكون مثلا لا في لبس انا مش عايزه البسه، مراته تقول لي لا عادي اهي مش عارفه مين بتلبس ومالكيش دعوه، انت اوبن مايند، احنا جايبينك عشان انت اوبن مايند وعادي. ورينا كده اللبس اللي طلبوه تلبسيه كده وانت رفضتيه. هي طبعا موضوع جابت النقطه ان هي جابت البيجامه هاي، طبعا جابتها فعلا وطلعت صغيره، مش قلت لها انا بلبس شورت، لا طلعت صغيره وكانت جايبه ده، ما كانتش جايبه سوري، ورتني صورته كانت عايزك تلبس لبس الخليع ده. ماشي. فانا قلت لها ايه؟ ممكن هاتيه من الاول، هاتيه من الاول طبعا.
تمام. وايه كمان؟ خيار بصي هو ده وعليه طبيب بس ابيض زياده يعني هو تحت بس كده وعليه طبيب ابيض زياده ده ما عجبنيش عشان ده طبعا ما تقول ان انا هدي حاجه يكون طعم بس فعليه دوت احلى حاجه واحسن وطول طعم خالص زي ما انت طالبه. ازاي واحدة محجبة وتحسس نفسها البريئة الشريفة وتقول حاجات زي كده وتطلب منك تلبسي كليب خليع؟ عادي عادي اهو كمل. بصي بس هو بيلبس اي جزء كل ما فتحته وشفته لقيته دي البيجامة اللي جابت لي اياها وطلعت صغيرة عليا وانا رحت لبست دريس من عندي وبتقول ان انا لبست دريس عشان ابين التاتو والحاجات اللي انا رسمها. لا عشان البيجامة اللي انت جبتيها طلعت صغيرة عليا بس ما قدرتش البسها بس مش اكتر. فاهو قلت لها لا طبعا مستحيل البس شيء زيها. انا عارفه انت عايزه تلبسي ايه عشان كده والله بيهتم يعني صاحبتي خدت الواحد اللي صاحبتها عشان كده تعمل له عشان خاطر لا خلاص بس. فالموضوع بالنسبه لي انا قطعت انه في شغلات خصوصيه بينها وبين يعني جوزها. طيب. فلا مين ساعدني؟ شوفوا انا كنت بكمل قص شعري عشان نفسيتي بقت زفت من ورا الموضوع. ها اللي ساعدني واحده تعرفت عليها وانا بقص شعري طلعت هي تيك توك طلعت بتعرف باليوتيوب والتيك توك وكلامها بلوجر. فقلت لها انا اصاله ومش عارفه ايه. قالت لي انت اصاله ايه ده شكلك متغير ومش عارفه ايه. قلت لها طيب اوكي انت مين ومش ايه وتعرفنا على بعض. لقيتها بتعرف مين بيدو. بيدو ده صاحبهم وصاحب اخوها. فالموضوع مع بيدو انه الموضوع يعني الدنيا فعلا نقطه. تعرفت على بيدو من كيف الله اعلم وكيف اجى طريق التليفون تبعه وكيف صدفة اجت الموضوع. بيد ولا بيعرفني ولا بعرفه ولا بيعرف عني اي شيء بس هو كان يشوفني بالتواصل الاجتماعي انه هو كان متفق انه يجيب صاحبته على اساس موضوع جيبس والكلام ده. بس انا للاسف انا اللي وقعت بالفخ مش حدا ثاني. بس ظلمتي؟ اه طبعا انظلمت بس انا بستاهل لان انا وافقت على الموضوع بس انا ما كنتش عارفه بالوضع هذا. انت بتعترفي ان انت غلطتي؟ اه طبعا ما حدش احنا اسمعي احنا مش ملائكه كنا بنغلط. طب احنا دلوقتي عايزين نعرف بيدو اللي هو يعني انت بتتكلمي عليه ده دوره ايه؟ ماشي دوره اه اوكي ماشي. المايك خلي المايك كده معاكي يا استاذ بيدو كده عرفنا بنفسك وليه عرفت اصاله ازاي لان هي لسه جايبه سيرتك دلوقتي انت زي ما انت معاهم خالص برضه. انا عايز اسال مايك على طريق اللي عجبتنا على صوتك شويه على المايك. اه ثواني كده انا بدات الموضوع وبوظت الموضوع اساسا خليتهم كنسلوا الموضوع. يعني انت ساعدت انت اللي كشفت ان هو دي خدعه اساسا بالظبط. بس هو انا كشفت عرفت الموضوع ده ان هم عاملين زي عصابه بابا ومراته وبيلعبوا على مشاعر الناس عن طريق عدد الفولورز اللي عندهم وموسيقى وشهرتهم وكده فبيستغلوا ده في ان هم يستغلوا الناس مش فاهمين الموضوع وبيعرفوهم ان احنا شركه ان احنا عندنا انتاج واخراج ومش عارف ايه بيحسسهم الموضوع كبير وهم اساسا بيصوروا حر نفسهم فالناس ما يعلموش كده حتى زي مثلا ماي خدع في كده واستغلوها فانت مش هيعلموا كده. وهم لما كانوا عايزين يجيبوا حد لدور الزوجه الثانيه كانوا قاصدين ان هم يجيبوا حد اوبن مايند يعني هم قبل ما يكلموا ماي كانوا مكلمين اصاله يعني كانوا مكلمين بنتين زعيله اساسا واحده اجنبيه سوريه وقاعده في مصر وبرده اوبن مايند ونفس هم عايزين حاجه اوبن مايند يعني والثانيه واحده من التجمع والاثنين رفضوا وبعد انا فهمت الموضوع ورفضت والثانيه رفضت برده هي ماي الوحيدة اللي وافقت علشان ما لقيتش حد يساعدها او ينصحها عشان هي ما تفهمش تعرف. انت قابلتها في مرحلة متأخرة بالظبط اخر شيء قابلتها فين بقى انت قلت؟ قابلتها في مدينتي تواصلت معاها وكده ونزلت صورتها الفيديوهات اللي نزلت على السوشيال ميديا
والموضوع اتعرف له. وضح للناس بقى ايه هي الفيديوهات دي. تمثيلت الموضوع الفيديوهات عباره عن ان انا خليتها حكت موقفها بالظبط فهمت الناس صححت موقفها للناس. الناس واخدين عنها فكره وحشه. الناس واخدين عنها فكره انها فعلا كانت متجوزه ومتلفت رجاله. كنت اسمع كلام في الشارع كانت بتمشي في الشارع كانت بتطلق الفاظ وحشه وكده. فدلوقتي الناس فعلا بقوا واخدين صفها ومتعاطفين معاها واحنا بنحاول نجيب لها برضه حقها انها فعلا على حق. وغير كده هي تعرضت لسب وقصف كتير وانا نفس الكلام بعد ما يعني بعد ما ساعدتها في الموضوع ده ساعدتها تكشف الخدعه اللي هي الاستاذ المحترم دخل بيشتمني على الواتساب. مين بقى هو؟ جيبس. مش عايز اذكر اسمه بصراحه. تمام. بيشتمني على الواتساب بيقفل لي فيديوهات على الفيسبوك. هو الشركه اللي هو فيها بيدفع لهم فلوس اكيد علشان يعملوا الحاجات دي. تهديدات على الواتساب مش عارف استهزاء شتايم والفاظ. انا كل ده مش عايز ارد عشان ما اقعش نفس الغلط. انا لو هرد عليه يعني يوم ما ارد عليه هرد عليه بالقانون. البلد فيها قانون وفيها حكومه وفيها نيابه فيها كذا طريقه اقدر اجيب حقي بيها غير ان انا اوقع نفس الغلط مع شخص زي ده ما يستاهلش اساسا ان انا اظفر لساني حتى عليه. ماشي. بس هما زي ما قلت لحضرتك هما زي تشكيل عصابي بيطلع عاتب عن الناس. ايه عرفك ان هما تشكيل عصابي كده؟ الاسلوب اللي هما بيعملوه هما بيضحكوا على الناس. واحده زي دي مثلا مغتربه في بلدنا ما تفهمش ولا تعرف مين مشهور مين ممثل مش مين ممثل. انا دخلت على الصفحه لما تخش تلاقي حد عنده 2 مليون مثلا او ايا كان الرقم المتوسط هتاخد كلام اعتماد. لو انت فعلا حد مهم حد مهم حد مؤثر حد ليك قيمه يعني في البلد والناس بتعتمدك فهي صدقت. فده بس احنا كمصريين احنا ممكن ما نصدقوش وما نتفاجئش عشان احنا في مصر وفاهمين الكلام ايه معانا. معلش يا بيدو انا بس بدي اقول نقطه واحده. لما اجى هو عمل لما انا بعد ما شتمتني هبه وعملت الدنيا خلاص وقفت الموضوع اجى تهجم عليا بالبيت. مش تهجم ولف لا كان طلع الامن معاه وقال انه هو انا مراته لسه مكمل كدبه ان انا مراته لسه بنزل فيديوهات لي ولسه مش شايل لي صوري وان هو لما قال عايز المعدات تدعبي قلت له انا مش هعطيك ولا شيء انا بس بيني وبينك هلا الشرطه وانت حر انت بتهددين قلت له انا ما بهدد. طب سؤالي برضو انا برجع لك ثاني استاذ عبده. استاذ عبده برضو جودي ديجو طيب اصاله طبعا الشهره ليكي اصاله يعني الناس برضو عماله تسال السؤال تسال السؤال وعايزين يقرروه يعني انت ليه رضيتي كده برضو ليه وافقتي واستمرتي معاهم كنت ممكن تسيبهم وتمشي. كل مره كانوا يقولوا لي معلش واهدي وكلها كم يوم ونخلص وكلها هم كانوا عايزيني 5 شهور كانوا عايزين الموضوع كان بيكمل 5 شهور انا ما قدرت عايز يفضل ترند. ايوه ما قدرت الموضوع ضغط ضغط وتيجي تقول لي عشان خاطري والنبي عشان خاطري كملي. طب مره انا قابلت معاه اجي يهددني يقول لي انت النهارده ما اشتغلتيش عندك خصم فاجت لي البيت انا انت عايزه ايه وهحاول انا لا هو مش هو اللي عمل معاكي هيك انا هحاول اكمل لك كل شهر يديكي 15,000 حلو الكلام. اجت قلت لها لا انا مش قادره اكمل اكتر من هيك طب انت عشان خاطري كملي. اجابته وعملوا فيلم عليا وما بيعرف يمثل فصدقتهم انا مصدقه الموضوع ان انا يعني ما حدش كذاب يعني اتكلم معاه باسلوب مش حلو ويحكي معاه باسلوب مش حلو طب خلاص انا قلت طيب عشان خاطرك هكمل ماشي. بقيت انضغط حسيت نفسي خلاص اخر شيء انا انضغطت زياده على اللزوم وما قدرتش اكمل من بعد الشتيمه مش موضوع ان انا ما اعطونيش حقي. مش دي كانت بتشتمك؟ شتمتني انا قلت الموضوع شتمتني بالفاظ اوسخ الالفاظ لسه من يوم الثلاث ايام مكمله شتيمه فيا اهو ورينا ريكورد ولا كتابه؟ لا فيديو يوتيوب والدنيا كلها شافته. شكرا لا فيديو خليه طيب. الاستاذ المحترم برضو بعد ما الموضوع اتفضح هو طلع قال لمراته تستاهلي وشيل انت الشيله وكتب في الكومنتات هي اللي مخططه وهي السبب في الموضوع كله. هي بص الموضوع يعني هي اللي مخططه الموضوع ده كله. بعد كده طلع في فيديو على اليوتيوب قال غلط الناس غلط المشاهدين اللي بيتفرجوا حكى في ان هم صدقوا التمثيليه حكى في ثقافه المجتمع اساسا ان انتوا اللي بتصدقوا وان انت طالع بتكافح الفساد
طب انت لو بتكافح الفساد انت الفساد انت اساسا الناس مش ذنبها حاجه. اولا لو انت متابع 2 مليون الناس متابعينك عشان المفروض بيحبوك ومصدقينك ومصداقيه متابعينك عشان مصداقيه تمام. فانت لما تقدم لهم حاجه زي كده الناس مش ذنبهم حاجه ان هم يصدقوك. الناس مصدقينك عشان هم متابعينك اوريدي. فانت تطلع تغلط الناس وانت بتقدم لهم محتوى كده وتطلع تقول لهم ما انتوا اللي صدقتوا. طب ما انت اللي قدمته من اول. تاني حاجه انت لو فعلا بتمثل مسلسل زي ما انت ما بتقول انت اولا ما عادش ترخيص ان انت تمثل. انت مش ممثل عامه. تاني حاجه لو انت عايز تقدم فكره هو الموضوع اللي انت عامله كله مفروض اي فكره حد. انت لو عايز تقدم فكره ممكن تجيب بادجت محترم مع فنانه مثلا محترمه مش واحده ما اعرفش بالسوشيال ميديا. هو اللي كان يعلمني هو اللي كان يقول لي يا بيدو كل حاجه ويتفق معاها يقول لها احنا عايزين النيابه المصريه هتجيب كذا مسلسل فكرة كذا وكل فيديو ينزله ويكتب الحلقة الأولى الحلقة الثانية الحلقة الثالثة. مش تسيب الناس على عماها في الكومنتات يخمنوا ده مسلسل ولا مش مسلسل وكل الناس عارفين ده مسلسل. فده ما الشغل كان ليه مواعيد يعني كان مثلا ليكي مواعيد من الساعة كام للساعة كام هتمثلي؟ كان يجي مثلا الساعة 9 يلا قومي يلا هنيجي الساعة 9 10 قولوا لي ايه مش هيك نايمه انا عندي شغل في ما مش فاضيه. حسيت ان هو كان بيلعب بيكي؟ ايوه طبعا اساسي اساسي شيء طبيعي. ولا ويجي مثلا خلاص على موعد ما يجيش خلاص النهارده ريحي انت وقعد استنى فيه. انا بقيت على اعصابي وفعلا كنت كل يوم اعمل فيه فيديو اعيط بعديها ما اعرفش انام ما اقعد انهار. ايه اكتر حاجه جرحت الكسل في الموضوع؟ انا ما بحضنش حد من الاخر. الموضوع قال لي لا احضني عادي الموضوع بالنسبه لك هيكون تحضنيني طلب منك تحضني. الناس بتقول انه انا عندي قوه ملاحظه بدخل اقرا الكومنتات انسان بدل من الكومنتات اللي بتضحك عني بس في نفس اللحظه في ناس ولغه الاشاره ولغه الايد ولغه الناس اللي درسه موضوعها. فانا كنت وقت اقول ايه لا الناس بدات تلاحظ. في حد من صحابات المسلمين اجت قالت لا الناس بدات تلاحظ عينيك من بين انك انت مش بجد تمثيل حاولي. طيب عندي سؤال بس عشان ما عليش انا قطعتك طلب منك انك تحضني. قال لي انت اختي كبيره وعادي ايه المشكله تحضنك عادي ايه المشكله. طبعا قلت مسلسل عادي بنفس الوقت وانا كنت بحضن انا كان جسمي اشعر انا ما بحضنش حد فعليا. انا ولاد خالتي مستحيل احضنهم بس قلت خلاص الموضوع هيخلص وربنا غفور رحيم اغلط واستاهل اللي صار لي بس انه مش لهالدرجه يعني الاحضان مش هيك. فاهمه كيف الموضوع صار بالنسبه لي؟ كان شيء مهم؟ طبعا اكيد يعني فاكيد ده شيء مليون بالميه. طبعا الموضوع صار اني انا اختك كبيره وانا مش هرضاها عليكي وانت والله قسما بالله انك اختي كبيره وربنا شاهد وعارف انت قديش بتعامل معاكي انك فعلا اختك كبيره وهتجيب اولادك وهتصير وضعك كويس وهتجيب عربيه وهتجيب بدل ايجار بيت هتجيب ملك. حسيت اني انا هرجع لوضعي الطبيعي. انا مواليد السعوديه عشت في السعوديه سنين انا بقالي سنتين طالعه منها قالوا لي انك انت وضعك هيتحسن انا انت وضعك هيتحسن هيرجع لوضعك الطبيعي. انا حياتي كلها في السعوديه من الرياض لجده حياتي كلها كانت حلوه كان عندي سياره واموري تمام وكل شيء بس ربنا الحمد لله يعني بيختبرني صبري. بس انه انت استغليت اللحظه هاي لانه مرتك بتعرفها فهمت كيف انت مرتك بتعرف وضعي 1 2 3 انت استغليت الموقف حكيت لها لما قلت ايوه طبعا انه انا وضعي 1 2 3 ونفسي اجيب اولادي مشتاقه لهم الكلام ده ومش قادره اجيبهم. فالوضع صار بالنسبه لي لا صار هدف نفسي وضغط نفسي وانا حكيت لجواتي عشان عادي هي بتحكي وانا بحكي لها وفاهمه اعتبرتها زي واحده زميلتي مش مثلا زي ما بيقولوا لي 3 سنين انا ما اعرفهاش الا من 8 شهور بس. فالموضوع بالنسبة لي أو دخلت بيتها وأكلت معها عيش وملح وأنا ما بذكرش إن أنا أكلت معها عيش وملح. أنتوا ذكرتوا إنه أكلتوا معايا عيش وملح؟ لا أنا أكلت معهم عيش وملح ماشي ومن إيديها كمان. الموضوع بالنسبة لي تعب نفسي صار وأعصابي فعلا تعبت ورحت المستشفى كذا مرة وأنا فعلا شخص ما بحشش زي ما بيقولوا بحشش واتهموني بسمعتي وبشرفي وشتمتني اوسخ الشتايم على ما اظن القانون المصري اظن هياخد مجراه في اجراء قانوني تقديم طبعا
القضاء الاجراء القانوني هاخده والدوله مصر اظن ما معاكش محاميات طبعا معايا محاميه ماشي معاك مجهز يعني كل حاجه طبعا ماشي. طبعا ماشي طيب احنا عايزين بقى ننتقل الى طبعا اللي هو يعني بيجو هو ده اللي قال ان بيدو عبد الله أبيدو انت قلت انك انت اتشتمت بعد ما خليت ان هي تكشف خليت الأصالة تكشف التمثيلية اللي تمت عليها صح؟ قلت انك انت اتشتمت من الشخص اللي هو المدعو يعني بدون داعي لذكر اسمه اللي هو استغلها ايه هو بقى الشتيمة اللي قالها لك بقى بحد لو فيها كلام جرح مش عايز او عادي او عادي لا لو شتيمة لا شتيمة جامدة مثلا دي حاجة عادية ما كنتش جرحة شايف مستفز انا اكبر منكم وانا هكون اعلى منكم انتوا اللي عارفه حتى لو كتبت فيك راح بعت لي فيديو وديته يقول لي الدنيا دي مش كده لا تلفي كل حاجه بيت انا ماشي عشان بس الرقم بس انا مش هجيب بالطالب ايه في النهايه كده عشان احنا خلاص ختمنا عارف معلش انا اسفه معلش هقول كده هات المايك بالطالب اديها المايك اديها انا حاليا هو عارف اني انا معيش حد عارف ان انا ما يعني ما فيش حد يوصلني للمرحله هاي بس ربنا كبير هقوله كلمه واحده ربنا كبير وهيجيب حق بكل الطرق والدوله هتعرف تجيب حق بكل الطرق والقانون المصري هيعرف يجيب حق بكل الطرق انا عارف انا ما بعرف شيء وعارف مليون بالميه واثق وحاطط ايده في مي بارده زي ما بيقولوا بس ربنا والدوله والقانون هيجيبوا لي حق زي السلام عليكم خلي حبه اتفضل طب انت بقى طالب ايه في النهايه كده مبدئياً أنا ما كانتش ليا علاقة بالموضوع ما كانتش طرف في الموضوع ما كانت فرصة بينه وبينه أنا كنت داخل بس بساعدني سامعي حالياً بقى لي حق في حوار الفيديوهات اللي هو بيقفلها لي اكتشفت إن هو واخد كل الفيديوهات اللي عندي حاططها على سيستم الشركة اللي عنده حتى قال لي في فيسبوك حتى قال لي الموضوع ده بيقفل لي فيديوهات هو مش ظاهر فيها ومالوش حق إن هو يقفلها لي بيقفل لي الفيديوهات دي تاني حاجة شتايم اللي على واتساب دي الحاجة الوحيدة الحاجتين اللي انا ليا حق فيهم شكرا وطالب بيها انا مش هطالب بحاجة انا حققها وهعرف اطلب بالقانون في حاجة تانية معلش في حاجة تانية برضو حصلت لي انه مراته حكي الى صحباتها ان انا متجوزة عرفي على اساس انتوا بتكذبوا وبتصدقوا الكذبة طب حصل جماعة ما بينكم عاوزوا بالله ده ما فيش اصلا ما كانش ينام عندي ما كانش ينام عندي نهائيا هي كانت تيجي معاه وتنزل معاه وكانت تيجي قبل ما يجي هو ما حصلش اي شيء اللي خلاها تقول كده ان انت متجوزه عشان الناس تصدقها طب انت اتجوزتيني وشهرت فيا وانا عرفت انه في مصر ده اشهاري ان انا متجوزه ومطلقه فعلا ما كنتش عارفه الشيء انا من 4 ايام ولا من 5 ايام عرفت الموضوع انا اتشليت ده انا عباره عن ان انا اتجوزت واتطلقت وشو الحكم المصري انا ما بعرف ولا شيء الناس كل الحكم المصري بيقول حتى بيبي بيقول ان متجوزه ومطلقه نعم عشان الجواز اشهر في مصر انا ما بعرف ولا شيء ولا هيك متجوزه ومطلقه رسمي طبعا ما صار بيني وبينه اي شيء هو طلع في اخر فيديوهات قال الموضوع كله تمثيل ومش حقيقي خالص وعارف نفسه الريكورد هنا كان بيقول ان الموضوع حقيقي 100% ما فيهوش اي ضرر فيه انا ما عنديش مشكله فيها بيدو ان الموضوع بجد مش فيه قال لي انا دخلت في قصه كبيره واصاله اهلها طوال ووقفت قدامهم عشان مش عايز احطها في صوره وحشه الدنيا بيد كان بيقول لي امسح الفيديوهات اللي انا منزلها وافتح الموضوع الفيديوهات اللي انا كنت ببوظ له بقى الترند اللي هو عامله طب انت منين كنت بتعمل كفحه فساد وانا كنت ببوظ لك الفساد ده وانت زعلان ان انا ببوظه كنت بتقول لي امسح الفيديوهات دي والموضوع بجد طب منين الموضوع بجد انت دلوقتي في الموضوع ده مسيب في حاجه معلش موجوده وبصوت اهو انا سمعتكم بصوت في حاجة عملتها هبة رسلتها أم سليم آخر شيء وعملت لي بلوك أنا سوري أنا اللي عملت لها بلوك إيه الحاجة دي؟ ثواني بل عشان هنفتن بيها؟ خلاص بيدو ساعدني نمسح الفيديو بتاعك من على السوشيال ميديا عشان كده بيدو تاني اللي أنت بضعته فيه؟ افتكر أي موقف وقفت معاك في البرجولة ومسكت الأفلام
طيب طيب اوكي طيب. اخر مسج بعتت لي اياه هبه قالت لي انا مش عارفه ايه الطمع ده، يعني خدت جوزي مني ومن عيالي وخدت فلوسه جايه تقولي لي عايزه فلوسي، ده انت بجحه قوي، روحي ربنا ينتقم منك انت وهو كفايه تمثيل ادفوع عليكي حسبي الله ونعم الوكيل. انا اولا ما طلبتش فلوس، انا طلبت الشتيمه اللي انت شتمتيني اياها، وانا سجلت انك انت صاحبتي فعلا وانت بتقولي عايزه فلوسك، كملي 5 فيديوهات كمان تيجي تبعتي لي مسج زيها. قلت لها بسم الله ما شاء الله انتوا بتكذبوا الكذبه وبتصدقوها، عامه الكذب ليه اخر؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. ورينا كده حسبي الله ونعم الوكيل على اللي بيستغل ظروف الناس وعديم الضمير. عامه انا هستعوض الله في فلوسي، بس مش مسامحاكي انت وهو، حسبي الله ونعم الوكيل مره ثانيه. انا ما طلبتش فلوس، انا طلبت الشتيمه اللي شتمتها بشرفي وبعرضي. عارفين شو يعني على ما اظن يا مصريين عارفين شو يعني شرف وعرض، مع ما اظن وانتم مسلمين عارفين شو يعني شرف وعرض، انك انت تحكي شرف وعرض واحده صح ولا لا؟ شكرا شكرا جدا. عفوا.